فعالية فنية انطلقت بعد ثورة 25 يناير. مجموعة كبيرة من المهتمين بالثقافة والفنانين اشتغلوا مع بعض وأسسوا ظاهرة عملت الفن ميدان اللي فعاليته الأولى كانت 2 إبريل 2011 في ميدان عبدي. الفن ميدان هو باختصار الفنون اللي تروح للناس والناس تحتمل الميدان عشان تستمتع بالفن والثقافة. اخترنا انه يبقى يوم السبت اول من كل شهر. وليه ما اخترناهوش جمعة؟ لان السنة ديت كانت المليونيات دايما ايام الجمعة، والمليونيات هي اللي حطت مبارك وولاده في السجن. المليونيات اللي ضغطت على المجلس العسكري، المليونيات عملت حاجات كتيرة جدا. فكان الفن ميدان هو قلنا نخليه السبت الاول. الحقيقة ما تعرضناش لأي تأجيل إلا لما أول شهر جه مرسي رئيساً، فطلبوا مننا بتوع الحرس الجمهوري قالوا أجلوا اليوم لتاني يوم، فرفضنا تماماً وقلنا مش هنغير لا التاريخ ولا المكان، هنعمله مش عايزيننا نعمله، هنطلع هنروح ميدان تاني وهنعمل مؤتمر صحفي. فعملنا ضغط شديد جدا أدى إلى أنه الحرس الجمهوري يطلبنا ويقول لا تعالوا رجعوا أعملوا فن ميدان، بس متأخر شوي. يعني كنا احنا بناخد الميدان في حدود الساعة 11 الصبح عشان نعمل أنشطة الأطفال في حدود الساعة 1، من الأطفال من 1-3-4، وبعدين بيبتدي النشاط على المسارح والسينما وكده. فيومها أخذنا الميدان متأخر شوية، وأنا طلعت فاكر أن أنا طلعت كلمت وقلت لا هنغير الميعاد ولا هنغير كده. ولما على طول بعد مرسي بشهر تقريبا نزلوا عملوا حاجة في الجرافيتي كان موجود في محمد محمود، يعني مسحوه واضطرينا نعمله تاني. وإحنا قلنا إن اللي يخاف من ريشة ولون ما يقدرش يحكم شعب بيحلم ويفكر ويرسم ويغني كويس. فده إن إحنا فرضنا كل مرة ان احنا نعمل فن ميدان. اول تدخل امني واضح، احنا بالمناسبة شهرين او 3 مرات احنا ما عملناش فن ميدان عن عمد. يعني المرة اللي وريت فيها واحنا بنقرأ في اعتصام اللي كان موجود في مجلس الوزراء، حسينا ان احنا لو عملنا الفن ميدان في عبديني يبقى احنا بنخون الناس اللي في الاعتصام، فاحنا عملنا فن ميدان عندهم. احنا ما تخدناش احلامنا، لسه سيوفنا في الجبهة وبتحمم دمنا، لسه اطفالنا من جوعها بتبكي وبتحمم تضحك لما عيونها الدمة، لسه دم الشهداء ما نشفش على طرف السنكي، لسه ضوعنا الخنجر، لسه كتاب النيل مستنظر تتمد ايدينا تكتب تحكي ترسم وتبدع، لسه الشهداء بتندك
بعيونها المفتوحة المفهومة، أحمامها المفهومة، لسه الدم السايم بيعافر ويفرع، لسه مصر بتستنانا نخطي خطوتنا القومة، نتجمع 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 نتجمع. وبعدين في ظرف أمني خلانا احنا نأجل الفن ميدان شهرين. فوجئنا في أغسطس بإن احنا هنعمل يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الفن ميدان أغسطس 2014. وإحنا كان المفروض إن يوم اثنين في الشهر كان الفن ميدان. أخذنا التصريح قبلها بأربعة أيام كالعادة، وأنا صورت التصريح وحطيته على الفيسبوك لأن السيد محافظ القاهرة أنكر أنه ادانا تصريح، بس إحنا كان عندنا ورقة وهو ماضي عليها الحقيقة. فعملنا ضغوط شديدة وكلمنا وزير الثقافة اللي كلم وزير الداخلية وقالوا لأ إحنا عندنا بس معلومات أمنية، فأجلوه يوم. وإحنا قاعدين قلنا خلاص تقدروا تعملوه بكرة، ما ينفعش نعملوه بكرة، فإحنا قررنا نعمله يوم 9. فعملناه يوم 9 وكان ناجح جدا 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 جدا. فوجئنا الشهر اللي بعديه بأنه الأمن ما بيديناش التصريح على عابدين، ومن ساعتها حتى الآن إحنا عملنا الفن ميدان. قررنا انه اذا ما قدرناش ننزل عابدين فاحنا رفعنا شعار بديل مؤقت انه الفن ميدان في كل مكان. في شهر 9 و10 ما قدرناش نعمل الفن ميدان، عملناه في 20 محافظة ما دخلناهاش قبل كده زي السويس وغير، عملناه في حواري في بولاء، عملناه وهكذا. وقلنا بقى مش بالضرورة، عملناه في الوادي الجديد، عملنا في حتت كتير، وقلنا مش بالضرورة هنعمله في السبت الأول من كل شهر، هنعمل طول الشهر الفن ميدان لو نقدر. ما قدرناش نعمل فن ميدان في عابدين فهنعمل فن ميدان في اي ميدان سواء جوه مصر او بره مصر. على سبيل المثال دينا احنا في كندا وبنحاول نعمل الظاهره ديت، نعلم المطر تتمم اطراته الضعيفه جنب بعض، تفتت الحجر، تعلي رايه الخضار، تفجر الأنهار، يبقى لها بيت وأرض، تسقي الأراضي والعطاشة لو يمدوا كفهم، تحمي مراكب الصيد وأشواق السفر. نعلم المطر يتعلم المطر، يعرف من الإنسان ويعرف الإنسان معنى اتحاد الضعف في ساعة الخطر، وإزاي بملايين النقط يتفجر الطوفان. اتفجر يا مصر، اتفجر بالحرب انتلي النار، اتفجر يا مصر، اتفجر بالحرب انتلي النار، اتفجر بالحرب ضد الجوع وضد القهر ضد القدر، واتسلحي للحرب بالحرية واتفتحي وردة بدم ونار، اتسلحي للحرب بالحرية واتفتحي وردة بدم ونار. اتفجري يا مصر،
وردة بدم ونار، اتسلحي للحرب بالحرية واتفتحي وردة بدم ونار، واتجمعي من ألف صرخة وضحكة، والحرب لسه في أول السكة، الحرب الحرب لسه في أول السكة، الثورة الثورة لسه في أول السكة. فاللي يخاف من فن ميدان ما يقولش انه بيحارب الارهاب، لانه عشان نحارب الارهاب زي ما انا قلت في الاغنيه اتسلحوا للحرب بالحريه.